زيارة عاشوراء هي الزيارة الوحيدة التي ورد عن المعصومين عليهم السلام الحث على المواظبة عليها يوميا. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: فإن استطعت أن تزوره بها في كل يوم من أيام دهرك فافعل. الزيارة الوحيدة التي ورد الحث عليها على أن تقرأ في اليوم مرة، ويتضح من سيرة العلماء مرة على الأقل، لأن المنقول عن السيد القاضي أن أحد المؤمنين رآه بعد وفاته سأله: سيدنا، هل تندمت على شيء في الدنيا أنك كنت تحب أن تفعله؟ فقال: تندمت أني لم أقرأ زيارة عاشوراء يوميا إلا مرة، فيا ليت أني قرأتها أكثر من ذلك. وأما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ففي آخر الرواية نص طويل حوالي الصفح. هذا النص يؤكد على كثرة قراءة الزيارة المواظبة عليها، ويؤكد أن الزيارة حديث قدسي. يعني في عنا قرآن كريم، حديث قدسي، وروايات. زيارة عاشوراء هي فوق الرواية ودون القرآن، هي حديث قدسي. عندما نقرأ الرواية يتضح هذا المعنى بشكل جيد، ثم أشير إليه. الإمام الصادق عليه السلام يقول لصفوان الراوي: يا صفوان، وجدت هذه الزيارة مضمونة بهذا الضمان عن أبي، عن الإمام الباقر، وأبي عن أبيه علي بن الحسين السجاد سلام الله عليه، مضمونا بهذا الضمان، والحسين عن أخيه الحسن مضمونا بهذا الضمان، والحسن عن أبيه أمير المؤمنين مضمونا بهذا الضمان، وأمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله مضمونا بهذا الضمان، ورسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرائيل عليه السلام مضمونا بهذا الضمان، وجبرائيل عن الله عز وجل مضمونا بهذا الضمان. إذن زيارة عاشوراء مش مجرد رواية. ظهرت هذه الرواية على لسان الإمام الباقر ويده سلام الله عليه، ثم الإمام الصادق، لكن قبلها كانت في الكنوز الإلهية، وكانت المصلحة في إظهارها في هذا الوقت. فإذا هي حديث قدسي. ثم قال جبرائيل: يا رسول الله، يعني نزل بها الزيارة جبرائيل وقال لرسول الله صلى الله عليه وآله: أرسلني إليك سرورا وبشرا لك، وسرورا وبشرا لعلي وفاطمة والحسن والحسين وإلى الأئمة من ولدك إلى يوم القيامة. وسمح سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يقرأوا هذا النص، هذه الزيارة: فدام يا محمد سرورك وسرور علي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة وشيعتكم إلى يوم المبعث. جبرائيل عم ببارك للنبي صلى الله عليه وآله بها الهدية من الله سبحانه وتعالى. عندما نريد أن نتعامل مع زيارة عاشوراء ونكون فكر عن فضيلتها، أن ننتبه إلى أن زيارة عاشوراء كانت وما تزال ورد المؤمنين، كبار علمائنا، كبار فقهائنا عبر القرون، خيار المؤمنين، الورد الأبرز عندهم زيارة عاشوراء.
إذا أردت أن أقف عند بعض تأكيدات العلماء الكبار حول زيارة عاشوراء، أبرز ما رأيته كلام لآية الله الملك التبريزي صاحب كتاب المراقبات، وعنده كتاب السير إلى الله، وعنده كتاب أسرار الصلاة. في كتاب السير إلى الله على ما نقل عنه يذكر الملك التبريزي قاعدة عجيبة جدا ومهمة جدا حول زيارة عاشوراء. يصف زيارة عاشوراء بأنها مرشد من لا مرشد له، يعني أستاذ من لا أستاذ له. يعني إذا عجز الشخص عن تحصيل أستاذ يهتم بتربيته أخلاقيا، فإن زيارة عاشوراء هي الأستاذ. الإنسان ليش ما بيشوف الحقائق؟ لأن الذنوب تعمي القلوب التي في الصدور، فإذا زالت الذنوب تزول الحجب، يزول الرين، ويصبح الإنسان يرى، وبمقدار زوال الحجب تكون الرؤية إلى أن تصبح بصيرة مكتملة. فإذا زيارة عاشوراء هي أستاذ، هي تصحح أمراض وتعالج أدواء القلب. كيف الأستاذ مثلا بلاحظ أنه تلميذ يحتاج إلى عناية بالأمر الفلاني فيلفت نظره؟ زيارة عاشوراء كيف جهاز التنظير بيكشف الخطأ وبيصلح؟ هي جهاز وتنظير روحي باعتبار أنه كثيرا ما يجعلنا الشيطان نشكو من أنه والله أنا ناوي أنه أشتغل صح، بس يا ليت بلاقي لي شخص أستاذ يعلمني. هي المشكلة مش هون، المشكلة مش عدم وجود أستاذ. أحد الأشخاص بيقول بدي يسأل الشيخ بهجت أنه شو بدي يسوي، فقبل ما يسأله بجاوبه بيقول له اعمل بما تعلم وبعدين بنحكي. هو اللي بتعرفه نطبقه. ما في واحد منا إلا بيعرف أنه الغيبة حرام. طيب خلينا نبطل الغيبة بعدين بنشوف. هي الحالة هذه طريقة، هي بتوصل. ما في حدا منا لو بيعرف انه الغضب النرفز الحدي بسم البدن ومش منيح. خلينا نتعود نتدرب انه نبطل، بصير نتعامل مع المسائل بهدوء. صعبة، بس اللي قالنا انه بتقدروا واللي ما فينا نتنفس الا بحول منه وقوة، حاضر يعطينا القدرة ويمدنا بالصبر، بس نحن بدنا نجرب. زيارة عاشوراء هي الأستاذ لمن يبحث عن أستاذ، والشيطان مأنعه أنه أنت ما عندك مشكلة لأنه ما في أستاذ. طيب هذا أستاذ، فضل زيارة عاشوراء خلينا نواظب عليها ونعرف كيف بدنا نقرأ. القصة المعروفة اللي بنقلها أحد علمائنا عن شخص من يزد، بيقول هذا الشخص كان مجاورا في مقبر، فبيشوف واحد من أصدقائه متوفي من زمان ومش متدين. هذا اللي كان متوفي مش متدين، شافه بالمنام لابس ثياب بيض ومرتاح، بيقول له البعيد انت مش من أهل الجنة، شو قصتك مبين عليك مرتاح؟ قال له صحيح، أنا من لما توفيت إلى قبل يومين كنت أنا عم بتعذب، بس قبل يومين جابوا مرت أشرف الحداد ودفنوها بالمقبرة اللي أنا فيها، فليلة دفنها زارها الإمام الحسين عليه السلام 3 مرات.
وفي المرة الثالثة أمر برفع العذاب عن جميع أهل المقبرة إكراما لهذه المرأة. هذا المتدين شاف أنه هذا منام صحيح ولا لا؟ قال طيب ما دام هو عم بيقول مرت أشرف الحداد وماتت قبل يومين، خليني أروح على سوق الحدادين شوف في واحد اسمه أشرف الحداد هذا وين بيزد. راح سأل من واحد لواحد دلوا قالوا له هذا محل أشرف الحداد. راح لعنده السلام عليكم وعليكم السلام. قال له حج تسمح لي عندي بعض الأسئلة. تفضل. قال له جنابك متزوج؟ قال له متزوج بس توفى زوجتي قبل يومين. قال له طيب يعني هلأ صارت الأسئلة أهم. طيب زوجتك الله يرحمها كانت قارئة عزاء؟ قال له لا. كانت تجيب مثلا قارئة عزاء تقرأ بالبيت بكثرة؟ قال له لا. كانت تكثر من السفر إلى كربلاء زيارة سيد الشهداء؟ قال له لا. ليش عم تسأل هيك؟ قال له أنه شفت أني منامك ملفت. فقال له كانت مواظبة على زيارة عاشوراء. مين أكرم من مين؟ الإمام الحسين سلام الله عليه. واحد بيشوفه بالمنام بيقول له سيدي وجدت في حديث أنك تقول من زارني في حياته زرته عندما ماته، هذا الحديث صحيح؟ بيقول له سيد الشهداء نعم، وإن وجدته في النار أخرجته منها. فلما من نسمع بهالقصة أنه ليلة دفنها زارها سيد الشهداء 3 مرات، المؤمن الذي يمضي عمره وهو يلهج يا حسين، معقول أنه الإمام الحسين ينساه في ساعات الشدة؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. إذن زيارة عاشوراء التي هي ورد المؤمنين ينبغي أن نعرف عنها الخصوصيات التي حددها العلماء. خلينا نحرص أن تكون علاقتنا بسيد الشهداء سلام الله عليه يوميا بأي شكل من الأشكال، وأفضل هذه العلاقات خلال زيارة عاشوراء. مقدس الشيخ بهجت بيقول إذا استطعت أن تبكي على سيد الشهداء يوميا فافعل. مش معقول إنه واحد يوميا عم يذكر سيد الشهداء وتكون عاقبته سيئة. خلينا نحرص على قراءة العزاء نحن لأنفسنا، كل واحد بده يتعلم، نعلم أولادنا. إذا واحد حفظ بيت، حفظ بيت واحد مثلا الشعر من قبيل إني أريد أمانا يا ابن فاطمة مستمسكا بيدي من طارق الزمن، هذا البيت اللي راح مرجع وكيل المرجع الراحل السيد محسن الحكيم، راح بلد بالعراق صار فيها وباء وهو نايم على السطح وبدي فيه المرض، توسل بسيد الشهداء شافه سلام الله عليه بالمنام، قال له اكتبوا هذا البيت الشعر على أبواب البيت واحملوه على أبواب بيوتكم واحملوه. إني أريد أمانا يا ابن فاطمة، هذا الأمان بدي إياه مستمسكا بيدي من طارق الزمن. مستحيل واحد يفكر بعلاقة صحيحة مع سيد الشهداء سلام الله عليه وهو يعمل عملين. العمل الأول عداوة مع الأرحام ومع من حوله، هذا الخلق يزيدي، أنه واحد بيظل يأذي ونكد مع قرايبينه ومع غيرهم، وهذا شو قيمته، هذا مدري شو، هذا بديش يحكي معه، هذا إنسان بده يزيل هالسد بينه وبين الإمام الحسين سلام الله. الشغلة الثانية أنه لا يحمل هموم الإسلام والمسلمين. شو عم بصير ببورما وعم بيحرقوهم، شو عم بصير باليمن عم نشوف الصور قدامنا ولا كأنه في شيء، ولا كأنه في شيء. صور الأطفال لحالة بتكفي أنه واحد لا يقر له قرار. واحد بده يبني علاقة بسيد الشهداء وصير من خاصاته سلام الله عليه وهو لا يحمل
هم الجهاد والمجاهدين ما بتضبط. فلذلك المدخل إلى أن تسجل الملائكة أسماءنا في سجلات المسلمين أن نهتم بأمور المسلمين، لأنه من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم.